هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول: عندنا الحكومة تمنح مبلغا ماليا شهريا للعاطلين عن العمل من أجل مساعدتهم للبحث عن عمل، وذلك لمدة سنة. تقول: وأنا امرأة وليس عندي عمل، وبالتالي فلي الحق نظاما في هذه المنحة، فهل يجوز لي شرعا أن أنتفع بها وأن أخذها؟ نعم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ما دامت الحكومة بذلتها وأنت بحاجة إليها وينطبق عليك الشرط خذها. نعم.